بركات الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحيه وترحيب من هنا من عاصمه الميادين ميدان الوثبه، لتعلن انطلاقه شوطنا الثالث للزمول المحليات الاصايل لتحضر هذه الشعارات الكبيره الحاضرة في صباح هذا اليوم من أجل الفوز ومن أجل الناموس والانتصار. أبدأ مع أول المراكز ومن يحمل الرقم واحد في هذه اللحظات، مهيض بشعار عبيد بن مبارك بالحول الحارثي بالحول، من ينطلق في هذه اللحظات ويقدم لنا شعار، بينما المركز الثاني صياد عوض بن خويت بن بخيت العامري، من ينطلق مع صياد مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور من نسناس، نسناس هو القادم في هذه اللحظات، يقدم لنا نسناس عمر بن محمد بن قران الاكتبي، يقدم نسناس على المركز الثالث. أما المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات، يتواجد الدرع بشعار سعيد بن غلاب بن موسى البلوشي، من يتواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات والقادم هنا في هذه الأثناء، ما يخاف لمحمد بن علي بن راشد الظاهري مع المركز السادس. أم الخامس وسادس الأسماء الحضور من ميلان ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي، يقدم لنا شعارة في هذه اللحظات، بينما سابع المراكز في هذه اللحظات يحضر بهذا الحضور. هنا هداد الفندي بن عيد بن محمد المزروعي، وأيضا أتابع القادم عشوان مبارك بن أزاع بن ناصر بن سالمين المنصوري، يقدم لنا شعار وعاشر الأسماء وعاشر التحديات يحضر في هذه اللحظات ويتقدم وينطلق. هنا اليخت لمحمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي، من ينطلق في هذه اللحظات. نداؤنا الأول انقضى مع هذه الأسماء، انقضى مع هذه الشعارات المتواجدة والحاضرة في صباح هذا اليوم. مهيض 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 مع البداية ومع المقدمة ومع الصدارة في هذه اللحظات، يقدم لنا انطلاقته في هذه اللحظات عبيد بن مبارك بالحول الحارثي، ينطلق مع مهيض ويحضر مع حضور مهيض مع أول المراكز ومع أول التحديات في صباح هذا اليوم. مهيض مع الصدارة، مهيض مع المقدمة، يندفع ويباعد المسافة عن بقية المشاركين، يندفع بالحول الحارثي الحارثي الحارثي، ينطلق بانطلاقات مهيض وحضور مهيض على أول المراكز. المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات والقدوم القادم صياد عوض بن خويت بن بخيت العامري مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث والحضور في هذه الأثناء من اليخت بشعار محمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي، ورابع المراكز رابع التحديات القادم في هذه اللحظات الحاضر هداد
بشعار الفندي بن عيد بن محمد المزروعي، والمركز الخامس القادم ميلان ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي، يقدم لنا انطلاقة شعاره وحضور شعاره، بينما المركز السادس الحصن هو القادم سهيل بن قنازل بن حمرور العامري، والمركز السابع يحضر بهذه اللحظات الشمالي مظفر بن محمد بن خموشة العامري مع الشمالي، والقادم في هذه اللحظات والحاضر الواضح محمد أم علي بن محمد بن سعيد آل سويدين من يتواجد في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره، وكذلك حضور عشوان لمبارك بن هزاع بن ناصر بن سالمين المنصوري. ولكن نعود إلى الصدارة والكيلو متر الأخير الكيلو الخطير، هنا ينطلق مهيض ويحضر مهيض بهذا الحضور الجميل بهذا الحضور الكبير والاندفاع التلقائي على مقدمة الشوط. يتواجد هنا شعار عبيد بن مبارك بالحول الحارثي يعلن انطلاقته ويعلن حضوره في صباح هذا اليوم مع أول أشواط الزمول في صباح هذا اليوم وفي عاصمة الميادين. يقدم لنا مهيض 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 مهيض، والعصا في الأبطان، العصا راكدة، العصا آمنة بكل قوة بكل جدارة، يتنطلق هنا ويحضر في هذه اللحظات مهيض مشاهدينا الكرام بشعار عبيد بن مبارك بالحول الحارثي. هنا الانطلاق التلقائي، هنا العروض المميزة، هنا العروض التلقائية، والسلام في عاصمة الميادين، سلام يا بالحول، سلام على هذا العرض المميز، وسلام يا مهيض، والعصا في الأبطان بدون أي أوامر يخطف ناموسي هذا الشوط بكل قوة وجدارة. المركز الثاني كان حضور وتواجد أيضا ميلان لناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الثالث كان حضور الحصن سهيل بن قنازل بن حمرور العامري، والمركز الرابع كان حضور اليخت لمحمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي، والمركز الخامس الواضح لعلي بن محمد بن سعيد آل سويدين من احتل المركز الخامس. تهانينا والف مبروك والناموس لمالك مهيض على هذا الفوز والانتصار بشعار عبيد بن مبارك بالحول الحارثي. انتزع ناموس هذا الشوط بكل قوة وبدون أي أوامر، 8 دقائق 7 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان حضور وتواجد شعار بن محفوظ الجنيبي مع ميلان، 8 دقائق 17 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثالث كان حضور الحصن سهيل بن قنازل بن حمرور العامري، 8 دقائق 18 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهد